تخيل إنك في رحلة كامبينج، وأثناء الرحلة دي شميت ريحة دخانية حلوة. الريحة دي جاية من شوي حلوى المارشميلو، ريحة فيها بهجة وغموض. الحكاية اللي بنتكلم عليها النهاردة هي حكاية عطر ماشومارو. اهلا بيكم في حكاية عطر، معاكم عمر نبيل، ومعانا النهاردة المارشميلو، ومعانا ماشومارو. رجعنا يمكن لأجواء التخيل والرحلات تاني، لأن العطر اللي أنا بتكلم عليه النهاردة عطر في منتهى الجمال من دار تركية اسمها يونيك ليكجري. يمكن الدار دي أنا اتكلمت عليها قبل كده وعملت حلقة عن عطر اسمه كوتاي، لكن النهاردة أنا بتكلم على عطر من أحدث إصدارات الدار، وهو ماشومارو 2022، آخر 2022 أو بداية 2023. عطر في منتهى الجمال، عطر في عبقرية، عطر توليفته بالنسبة لي كانت حاجة مبهرة جديدة، حاجة سوفيستيكيتد جدا، يعني سوفيستيكيتد اللي هو يعني في تفاصيل كتير. وعلى الرغم عايز اقول لكم ان العطر ده عطر سويتي، سويتنس مسكر، وانا زي ما انتم عارفين انا لا اميل الى الروائح اللي هي المسكرة، لكن ده بقى بصراحة نقلني من العالم بتاع ان انا مش بحب العطور السويت ان انا اميل له جدا، لان التوليفة معمولة بحرفية وامتياز ومعمولة بمزاج. انطباعي عن العطر ده ان هو عطر فيه بهجة، فيه نوع من الغموض، وهو يعني عايز اقول لكم من خلال استخدامي ليه العطر تحول بالنسبة لي الى يعني نوع من انواع الادمان. العطر ده لما احس كده ان انا عايز اعيش جو مبهج وجميل، بفتح بس كده السبراير، اشم السبراير من فوق، فبحس بموت حلو جدا جدا جدا. خلينا نعرف الاول ماشومارو. ماشومارو هي كلمة يابانية تعني المارشميلو، والناس اللي مش عارفه المارشميلو فيعني انا جبت المارشميلو برضو عشان ايه الناس يبقى واضحه لها. ده المارشميلو اهو، نوع من انواع الحلويات بيبقى لونه ابيض ويعني بيبقى ليه ريحه كده مميزه، ولما بيتشوي بيدي ريحه في منتهى الجمال. والعطر ده فعلا عايز اقول لكم ان هو يعني مبني على النوته بتاعه المارشميلو بشكل كبير جدا. الريحه السويت اللي فيه مش ريحه كده يعني ايه مسكره زعقه تقفلك، لا ده ريحة كده معمولة بحرفية وشياكة، وإن شاء الله هنتكلم على وصف الريحة بالتفصيل، وهقول لكم إيه اللي بيوصل من عطر ماشومارو اللي هو المارشميلو هي إيه بالظبط، هقول لكم إيه هي الريحة بالظبط هي إيه. طيب البرفيومر اللي وقع العطر ده اسمه جوخان سيمسك. الراجل ده شغال في شركة عطور فيها نظام اسمه الجي سي ام اس. إيه النظام ده؟ النظام ده أو التكنولوجي دي، هي تكنولوجيا، التكنولوجيا دي بتعمل اناليزس للمكونات بتاعه العطر، وبتطلع زي ريبورتس كده بانقى انواع المكونات اللي موجوده في العطور، وبناء عليها البرفيومر بيشتغل وبيقدر ان هو يوصل لنتائج عاليه جدا. النتيجه النهائيه اللي بتطلع ان العطر بيكون نقي جدا ومكوناته عاليه الجوده. التكنولوجي دي برضو اللي حابب ان هو يعرف عنها اكتر يقدر ان هو يشوف التكنولوجي اللي هي الجي سي ام اس دي، يعني اللي عايز يخش في الديتيلز ويعرف عنها اكتر يقدر ان هو هي موجوده على الويب سايت والانترنت طبعا. ماشومارو تحديدا من ضمن العطور بتاعت يونيك ليكجري، انا عايز اقول لكم جربت المجموعه كلها، هم عندهم حوالي افريج من 10 او 12 عطر. عايز اقول لكم ماشومارو انا وجدت فيه نقاء عالي جدا، يمكن اعلى كمان. الزيت المستخدم فيه من انقى انواع الزيوت اللي انا عدت عليا، حاجه في منتهى الجمال. فواضح ان التكنولوجي دي دخلت بسبب الراجل اللي هو البرفيومر اللي هو جوخان سيمسك، بوجوده وشغله في الشركه دي اشتغل بالتكنولوجي اللي هي الجي سي ام اس، فعشان كده البرودكت طالع بنقاء عالي جدا جدا جدا. خلينا قبل ما نخش على مكونات العطر واشرح لكم وصف الريحه بالتفصيل، يعني عايزين نسخن كده الحلقه ونعمل لايكس كتير ونكتب كومنت، واللي لسه ما عملش سبسكرايب يا ريت يعمل سبسكرايب. انا يعني عايزين بقى ننافس جيرمي، انا مش عارف بقى احنا هنوصل لجيرمي امتى يعني، فاكيد ده طبعا ان شاء الله بدعمكم ووقوفكم معايا. خلينا بقى نخوض الرحله بتاعه المارشميلو او بتاعه ماشومارو، واقول لكم ايه الريحه اللي بتوصل بالتفصيل. والعطر ده مبدئيا عايز اقول لكم التدرج العطري بتاعه اكتر من رائع، يعني عايز اقول لكم يعني بيمشي بتدرج جبار. يلا بينا نبدا جوله المارشميلو. العطر ده اول لما بنرشه، خلينا بقى نعيش التجربه من بعض. بدايه العطر ده هي ريحه سكريه
قوية جدا وعنيفة. مش عايزك تتصدم خالص من الأوبنينج أو الافتتاحية دي، لأن الريحة دي بتكون يعني بتتحضر كده وبتستوي على نار هادية، لأن هتقلب معاك بحاجات تانية خالص. بداية العطر دي بتكون سويت ومركبة من أكتر من حاجة، يعني فيها أكتر من حلوة، وهقول لكم بقى مكونة من إيه. بنجد في الريحة الأولية اللي بتظهر رائحة المارشميلو اللي بيكون مبني عليها العطر. الناس اللي مش عارفة المارشميلو يعني يقدروا كده يعني يجيبوا المارشميلو ويشموه كده ويعرفوا ريحته عاملة إزاي، لأن ده هيقرب ريحة العطر بنسبة كبيرة جدا، هيبقى في نسبة كبيرة جدا مبنية على اللي هي حلوة المارشميلو. مع حلوة المارشميلو بنجد رائحة بتاعة حلوة اسمها حلوة البرالاين، دي نوع من أنواع الشوكولاتة كده. الشوكولاتة دي بتبقى ريحتها تشبه الإيه السكر المحمص، ساعات بتكون ريحتها ناتي كده أكنها كده إيه شوكولاتة بالمكسرات، أكنها شوكولاتة باللوز أو البندق، وهي يعني بتعتبر ناتي سويت. يعني لما تيجوا تشوفوا الحلوة دي هتحسوا كده إن هي حلوة إيه تشبه الحلوة بالمكسرات. وحلوة البرالايم بتبقى ريحة جورمند جدا، تحس كده إن فيها ريحة ريحة فيها نهم، في نفس الوقت تبقى حاسس إن أنت عايز تاكلها، ريحة شهية جدا، مع حلوة المارشميلو طبعا اللي جاية في الافتتاحية بتاعة العطر ده. الحلوة دي أنا بشوف من الحرفية ان هي تندمج مع رائحة زهرية زي الورد، ويمكن ده هنا اللي محطوط في العطر. انت بتجد بعد كده بعد شوية لما الريحة السويت اللي هي السويت القوية قوي دي تبدأ تهدى معاك، بتجد رائحة التركش روز الورد التركي مع رائحة زنابق الوادي. زنابق الوادي ريحتها تشبه ريحة الياسمين بس على خفيف وفيها شوية خضار كده، فالحلوة اندمجها مع الرائحة الزهرية عايز اقول لكم طلعها ريحة في منتهى الجمال. وانا اصلا بحب يعني زي ما انتم عارفين انا بحب ريحه الياسمين في العطور بشكل عام، لكن هي هنا ظاهره بشكل خفيف. طيب مع الرائحه بقى دي اللي احنا قلناها اللي هي المارشميلو والبرالاين واللمسات من الورد وزنابق الوادي اللي بتدي ريحه الياسمين، بنجد بقى رائحه الفانيليا والكراميل. ده كل ده يعني عايز اقول لك كده ايه جاي معاك في السكه، لكن هنا بقى الفانيليا والكراميل اندمجوا مع رائحه اللبن. تخيلوا كده لما الفانيليا تتضرب كده مع اللبن والكراميل، خلوا ريحة الفانيليا كريمي جدا جدا جدا، وهو العطر يعني فعلا انتوا لما هتيجوا تشموه حس ان هو عطر سويت كريمي. نقطة اللبن داخلة يعني بصراحة دي كانت حتة حرفية جدا، ان هو دخل اللبن فكسر من القوة بتاعة الكراميل والفانيليا، وانا هنا ما حسيتش الكراميل ظاهر. يعني انا يمكن هنا يعني انا الكراميل ساعات من النوتات اللي فيها بتقفلني شوية، لكن بصراحة اندماج اللبن مع الفانيليا ودخول الكراميل خلى الموضوع سوفت كده وكريمي وحاجه في منتهى الجمال. لحد هنا احنا ماشيين كويس قوي، والريحه يعني ايه بدات ان هي ايه تقلب من سويت لجورمن. كل النوتات اللي انا قلتها ديت هتتحول الى رائحه دخانيه حلوه. هيخش هنا بقى اخشاب الكشمير والبخور هيحتضنوا النوتات اللي هي السويت اللي انا عمال بقولها اللي هي المارشميلو والبرالاين والفانيليا والكراميل. هياخدوا كل الكلام ده في حضنهم كده ويقولوا لهم تعالوا بقى عشان ايه نحول الريحه السويتنس دي الى رائحة سويتنس دخانية جورماندية. وجود اخشاب الكشمير في العطر ده عايز اقول لكم ضابط المعادلة جدا. انا معروف اصلا ان انا بميل لرائحة الاخشاب. الاخشاب هنا لما دخلت وخاصة خشب الكشمير ضبط المعادلة جدا، هو لجم ان العطر ده يكون سويت زائع. لا هو هنا يعني خلى الموضوع فيه بالانس بشكل حرفي جبار. وهنا رائحة اخشاب الكشمير يعني برضو يعني ما يعرفش ريحة اخشاب الكشمير بتكون رائحة دافئة كده كوزي دافية، يعني ممكن نقدر نقول عليها رائحة مسكية أنيقة، لكن هي بتبقى ريحة كده دافية كده بتحتضن النوتس اللي هي السويت اللي جت في بدايات العطر وفي الميدل بتاع العطر. وعايز أقول لكم كمان معروف إن رائحة أخشاب الكشمير بترتبط بحاجة اسمها الصوف الكشميري، يعني يمكن الصوف الكشميري كده إيه دافئ كده وليه ملمس معين، يعني الاثنين يمكن في ارتباط ما بينهم من حيث الرائحة. وجود كمان البخور مع أخشاب الكشمير مخلي كمان العطر هنا دخاني جدا، على الرغم ان العطر هنا بيدور حول نوتة المارشميلو هي هنا اللاعب الرئيسي، الا ان هنا المارشميلو هنا ايه انت بتحس ان هو دخاني، والعطر ده فعلا انت على طول بتحس ان هو عبارة عن دخان حلو. يعني عارف انت كده اكنك كل نوتة كده حاططها على النار، وخصوصا اللي هي المارشميلو ده وانت قاعد بتشويه كده بيبقى مطلع ريحة دخان حلوة. فالبخور هنا مخلي العطر ده كده دخاني مع اخشاب الكشمير، فالنوتات اللي هي السويتنس اللي موجودة في العطر بشكل كبير الاخشاب الكشمير والبخور عاملين لها احتضان، وبصراحة حاجة في منتهى الجمال وحاجة حرفية جدا.
ويعني انا بصراحه انا يعني انا انبهرت، لان انا ما بتكلمش يمكن على عطور سويت الا كل فين وفين، لكن ده بصراحه وقفني وتحول الموضوع معايا عايز اقول لكم الى ادمان. يعني انا فعلا العطر ده بيعمل لي مزاج، بيعلي المزاج بتاعي جدا. العطر ده يعني انا يمكن كان حكمي عليه غلط في البدايه، لان الاوبننج بتاعه كان صعب بالنسبه لي جدا وما تقبلتوش. بعد كده الموضوع لا تحول معايا الى حاجه في منتهى الجمال. يعني التصنيف اللي انا هحط فيه العطر ده ان هو عطر جورماندي سكري خشبي بامتياز. طبعا جورماندي بسبب النوته بتاعت المارشميلو والبرالاين، وسويت طبعا لان كل النوتات دي نوتات سويتي جدا. خشبي طبعا بسبب وجود اخشاب الكشمير داخله هنا بقوه، فهو ده التصنيف بتاع العطر بتاعي. طيب خلاصه العطر ده لما بنرشه كده ويهدى العطر بقى هدي بقى وخد وقته وخلاص بقى، يعني النتيجه النهائيه بتاعت ريحه العطر ده اكنك بالظبط كده قاعد كده في كامبينج وعمال بتشوي مارشميلو والدخان طالع وانت عمال بتشم في الدخان ده مع شويه سويتنس كده داخله في العطر. هي دي التوليفه النهائيه بالحرف. خلينا برضو نقول العطر ده مستوحى من ايه وجاي منين والايحاء بتاعه جه منين. العطر ده مستوحى من الثقافه اليابانيه. هم عندهم يوم كده في اليابان اسمه اليوم الابيض او العيد الابيض، وده بيكون يوم 14/3. و14/3 ده لو اخدتوا بالكو ان هو بيجي بعد الفالنتاين بشهر. ليه بقى هم عاملين العيد ده؟ يعني هم عاملين العيد ده كنوع من انواع يعني ايه تقدير المرأة. يعني في اليوم ده الرجالة بتحب تهادي الايه الستات بالمارشميلو. طب ليه المارشميلو تحديدا؟ لان المارشميلو هم بالنسبه لهم يعني زي ما انتم شايفين ان المارشميلو يعني لونه ابيض، فهم بيشوفوا ان اللون الابيض ده رمز النقاء والايه والجمال، فبيحبوا جدا ان هم يهادوا بالمارشميلو في اليوم ده. وانا اعتقد بقى حاجة مهمة جدا ان يمكن اللون الاحمر هو كان عايز يجمع ما بين التو دايز اللي احنا اتكلمنا او العيدين دول، اللي هو الفالنتاين داي بان هو خلى لونها احمر، وفي نفس الوقت ان هو خلى يكون فيها مارشميلو اللي هو لونه ابيض، فهو عامل ميكس حرفي شوية. ده بالنسبة لي العطر القصة بتاعته جاية منين. الاجواء بقى اللي نحط فيها العطر ده اجواء الشتاء الخريف الربيع، وممكن في الصيف ليلا لما يكون في يعني بروده كده شويه، لكن هو عطر عايز اقول لكم قوي جدا جدا جدا، فيميل الى الاجواء البروده، وانا حبيت ان انا اتكلم عليه في الوقت ده. يمكن الجو دلوقتي حاليا برضو يعني بنحس فيه بنسمات برد شويه بالليل، وانا عايز اقول لكم ان هو بما انه هو عطر مبهج فانا هستخدمه في العيد. يعني انا العطر ده هيكون من عطور العيد بالنسبه لي، وقلت بما انه هو عطر جديد ويعني ما حدش اتكلم عليه كتير فقلت خلاص اتكلم على العطر ده واشرح لكم العطر، وهو عطر سوفيستيكيتد جدا فيه تفاصيل كتير، فانا بصراحه يعني قلبي راح ان انا اتكلم عليه. طيب ايه الاماكن اللي انت تستخدم فيها العطر؟ طبعا انا بقول من وجهه نظري وشايف العطر ازاي. اماكن العمل، المناسبات، يعني هو عطر انا شايف ان هو جوكر، مش قادر احطه في اتجاه واحد. يعني هو ممكن بس ما ينفعش للحاجات اللي هي الكاجوال قوي، هو عطر يمشي فورمال وسيمي فورمال اكتر. السن بقى اللي يصلح ليه العطر ده من 25 وانت طالع. التوليفة مش بسيطة وسهلة، يعني هي عايزة حد كده متمرس وايه وبيحب العطور المركبة مش البسيطة. عطر فيه تفاصيل كتير، تدرجه يعني بيمشي معاك كده بشكل عشوائي شوية. وحاجة وعايز اقول لكم توليفة مش هتشموها في عطور تانية، عشان بس نكون واضحين، توليفة دي بالنسبة لي كانت جديدة جدا، ما شفتش اي عطر شبيه بالعطر ده. نيجي للتقييمات بتاعتنا ونبدأ بالديزاين. انا الديزاين هديله 9/10. الزجاجة بتيجي بهذا المنظر باللون الاحمر، زي ما قلنا اللون الاحمر انا اعتقادي بنسبة كبيرة جدا ان هو اتربط بيوم الفالنتاين، والمارشميلو اللي هو باللون الابيض اللي مبني عليه العطر. الغطاء عجبني جدا 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 زي ما انتم شايفين، حاجه في منتهى الجمال اهو، تمام. وطبعا الاوتومايزر بيوزع البرفان بشكل جميل جدا، فالديزاين هياخد 9/10. جمال الرائحه بقى، جمال الرائحه من وجهه نظري انا هديله 8.5. توليفه جديده بالنسبه لي، فاجئتني، سوفيستيكيتد، فيها تفاصيل كتير، فيها بهجه، انت بتحس فيها ببهجه. ولكن الحاجه الوحيده اللي يمكن حسيت ان هي ممكن بتزعج بعض الناس الاوبننج بتاع العطر. الاوبننج بتاع العطر شديد جدا جدا، يعني يمكن هنربط الكلام ده بالاداء، يعني انا هاجي اتكلم عن الاداء بتاعه وهتكلم عن الثبات والفوحان. فانا بالنسبه لي العطر عجبني انا شخصيا، خصوصا كمان يعني عطر يعني سويت جورماند عجبني، لا فانا لا دي حاجه قويه جدا، فتوليفه حلوه.
فأنا هديله 8.5 من 10. العطر يعني عايز أقول لكم يعني بيعجب الرجالة والستات، هو طبعا عشان هو عطر يونيسكس فالرجالة والستات يعني انبسطوا بيه جدا. يعني كل التجارب اللي أنا عملتها على الميلز والفيميلز لا يعني عجبهم قوي العطر، وكان بيجيلي منه اطراءات كتير قوي قوي. يعني مره واحد يقول لي انت حاطط حاجه فيها بخور خليجي، فلا هيجيب لك كومبلمنتس كتير قوي لانه عطر يعني جبار. نخش على ثبات العطر. ثبات العطر انا هديله 10 من 10، مش قادر ان انا اقل بصراحه، لان عايز اقول لكم يعني انت ممكن ترش من رشتين لثلاثة حرفيا يفضلوا قاعدين يومين على الملابس، وعلى الجلد ممكن يفضل مثلا من 6 لـ7 ساعات ده مينيمم. عطر الاداء بتاعه مبهر مبهر حاجه. يعني الناس اللي هي بتدور على فكره على الاداء وعايزه عطر اداؤه قوي جدا، عليك على ماشو مارو التي تعني المارشميلو. استهونش بالكلمه، يعني مارشميلو بيثبت ثبات جامد جدا. فالثبات هياخد 10 من 10. نيجي لفواحان العطر. فواحان العطر انا اديله 9 من 10 لا يقل. يعني انت من 5 لـ6 ساعات انت ماشي بتلاقي ان العطر فايح في كل حته، وانا على طول لما برشه انا ماشي مستمتع بيه جدا. يعني بيملى لك الاوضه، بيملى لك المكان وانت ماشي كده اللي هو وعلى بعد كمان بيجيب معاك لا يعني المدى بتاعه حلو واسع وبينتشر كمان في البروده بشكل كويس قوي. 9 من 10 يعني ده بصراحه لا حاجه يعني حاجه رائعه. فحن لا جميل جميل جدا. اجمالي تقييمي للعطر هيكون 9.5 من 10. توليفه جديده، اداء حلو جدا، ديزاين شيك، فواحان تحفه. فيعني بصراحه يعني ارفع القبعه لدار يونيك لكجري لتركيا، ومبسوط ان انا شايف يعني الكواليتي دي في نوع الزيت، مبسوط من الاداء، مبسوط من كل حاجه بصراحه. يعني قلت كده قبل ما الصيف بقى يبدا يشتد بقى ونخش في العطور الصيفي، يعني غالبا انا هختم يعني الحلقات بتاعه العطور الشتوي بماشمارو. حابب بقى الناس اللي هي جربت العطر ده، يعني بما انه هو العطر يعني لسه يعني جديد واحد يعني احدث اصدارات الدار، يا ريت تكتبوا لي في كومنت ايه رايكم في العطر ده. الناس اللي ما جربتوش متوقعه ايه منه؟ و يعني في اخر الحلقه طبعا يعني احب ان انا اهدي الحلقه دي لشركه امورني. العطر ده ان شاء الله هيكون متوفر هناك الناس اللي هي حابه تجربه، ولو حابب ان انتوا يعني لو حابين برضو تشتروه تقدروا تجيبوه من على الابليكيشن او الويب سايت بتاعهم، او تجيبوه من هناك بشكل دايركت. وبشكر صديقي العزيز محمد ابو النصر على توفيره للعطر ده، يعني هو اتاح لي الفرصه ان انا اجرب العطر وان انا يعني اعمل له حلقه واقيمه بشكل فير جدا، فبشكرك جدا طبعا. خليني اختم واعيش اجواء دخان المارشميلو ورش ماشمارو. السلام عليكم.